اول ترند معانا هيكون عن فيلم اصحاب والاعز، وهو الفيلم اللي نزل من ايام على واحده من المنصات المشهوره، والحقيقه الفيلم عمل ضجه وحاله من الجدل الكبيره جدا. خلوني بس اقول لكم في البدايه ان الفيلم هو متاخد من الفيلم الايطالي الشهير Perfect Strangers، حتى هنلاقي بوستر بتاع الفيلمين شبه بعض تقريبا، وكمان حتى شكل الشخصيات وكمان لبسهم. قصة الفيلم العربي هي بالضبط نفس قصة الفيلم الإيطالي، وهي إن مجموعة من الأصحاب بيتجمعوا فبيقرروا يلعبوا لعبة خطيرة جدا، وهي إن كل واحد بيفتح موبايله وبيقعدوا مع بعض وبيقرروا إن هما يقروا كل الرسائل قدام بعض، وكل واحد على نفس الترابيزة بيشوفوا كل حاجة عليه. وهنا بتبتدي الأحداث، لأنك بتكتشف إن كل واحد منهم عايش تقريبا حياة موازية للحياة الحقيقية اللي هو عايشها. عايزه كمان اقول لكم ان الفيلم ده اتعمل منه تقريبا 12 نسخه بلغات مختلفه. الفيلم ليه اثار حاله من الجدل والناس هجمته. الناس هجمت الفيلم لاسباب كتيره، اولها انه نقل السيناريو والحوار من الفيلم الايطالي بالحرف تقريبا، كانك قاعد بتتفرج على فيلم مدبلج. تاني حاجه هي الافكار الغريبه على مجتمعاتنا العربيه اللي الناس شافت ان الفيلم بيروج ليها، ومنها الخيانه الزوجيه والحريات المبالغ فيها وبعض الافكار التانيه. طبعا الافكار دي بتكون مرفوضه اجتماعيا. وطبعا الناس اللي هجموا الفيلم قالوا ان صناع الفيلم عاملين فيلم بيتناسب مع الافكار اللي بتروج بيها المنصه الشهيره اللي اتعرض عليها، لدرجه انه عرض افكار ومواضيع صعب انها تحصل بالشكل ده في مجتمعاتنا العربيه. الموضوع ما وقفش لحد هنا، لكن الموضوع خرج بره السوشيال ميديا كمان، لدرجه ان النائب البرلماني مصطفى بكري قدم طلب لرئيس البرلمان بضروره التحقيق مع صناع الفيلم، واتهمهم بان هم بيروجوا لافكار مخله بالاداب العامه. طيب في نفس الوقت لقينا ناس تانية بتقول يا جماعة انتوا عاملين قلق ليه؟ الفيلم اتعرض على منصة خاصة باشتراك مش على قناة مفتوحة، ومتصنف ان هو فيلم فوق ال 18، يعني لو مش عاجبك ما تتفرجش عليه. بس اصحاب الرأي ده في ناس تانية هجمتهم وقالت لهم انه في مواقع كتير مجانية بقت بتعرض كل الافلام وكل حاجة بتنزل على اي منصة، وبالتالي الفيلم هيبقى معروض عادي، خصوصا ان كل الناس بقت تقريبا بتشوف كل حاجة اونلاين.